الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل حب وكل ود. أهلا حبايب قلبي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. أشكركم من أعماق قلبي على الفيديوهات السابقة. الحمد لله إني نلت على إعجابكم ولله الحمد، وأشكركم صراحة، أشكركم كثير كثير جدا جدا. اليوم يا حبايب قلبي بسوي لكم صابونية، وأكيد شايفين الحاجة الحمراء هذه الجميلة، هذه عروسة المرأة، هذه اللي تخلي المرأة عروسة. طيب اليوم بعمل معاكم يا حبايب قلبي صابونية العكر الفاسي. اللي ما يعرف كلمة عكر فاسي، معناها دم الغزال بلغتنا المعتادة. طيب يا حبايب قلبي بقول لكم ايش معانا المكونات للصابونية، ويلا بينا. قبل ما ابدأ بقول لكم بالمكونات، أبغى أتكلم عن فوائد العكر الفاسي. فوائد العكر الفاسي، أول شيء يعطي للبشرة نعومة. أول حاجة يعطي للمرأة نعومة الملمس للجلد. وكمان يا حبايب قلبي يعطي رائحة زكية. وليش المرأة تستخدمه للمناطق الحساسة؟ لأنه معقم ومطهر ويحمي لها ويقتل البكتيريا الضارة والفطريات، وله استخدامات كثيرة جدا. في ناس تستخدمه للبشرة، في ناس تستخدمه للوجه، في ناس تستخدمه للشفاء، برضو للشفاء جدا رائع. تستخدمه مقشر أو مرطب بإذن الله هعمله لكم. وأيضا وللشعر كمان يحطوه مع وصفات، حتى للشعر يحطوه مع الوصفات إذا تبغى لون أو عندها. أنتوا اقروا فوائد العكر فاس كثيرة، مو معقولة أنا أقولها كلها لكم بالفيديو. طيب وأكثر حاجة تستخدمه المرأة ترى للمنطقة الحساسة، أكثر حاجة يستخدموه النساء للمنطقة الحساسة. بس اليوم أنا موضوعي أو أنا حطيت بين قوسين إني بعمل لكم صابونية العكر الفاسي أو صابونية الدلع بالدم الغزال. المكونات اللي معانا يا حبايب قلبي هي أكيد أول حاجة صابونة مبشورة. بما إني أبغى بستخدم لكم صابونية، أكيد لازم صابونية مبشورة. أول شيء صابونية مبشورة، تحاولوا قدر الإمكان إنها تكون جدا ناعمة، ويا إما تجيبوا صابون طبيعي أو صابون الدف. وأنا أفضل صراحة صابون الدف، لأنها جدا تعطيك الصابونية ملمس كريمي، حتى مرة جميلة للمبتدئين. ثاني حاجة اللي هي موية الورد، معروف نغلي موية ورد. خلاص زي ما أنا عودتكم من بداية صابوناتي إني أغلي موية ورد وأحطها على الصابونية. وبعدين أختار زيت أساسي. الزيت الأساسي أنا بخلط زيت الأفوكادو مع زيت الجريسلين، وإذا أبغى أضيف زيت عطري أضيف زيت، يمكن احتمال أضيف يا زيت الياسمين أو أزيد زيت، أو أضيف زيت عذرا أضيف زيت عطري اللي هو العودة. أختار دايما أقول لكم الزيوت الأساسية والزيوت العطرية تكون باختصاصك أنت إيش حابة تضيفي. أنا مثلا اليوم حابة احتمال أحط زيت الأفوكادو وزيت الجريسلين، أو زيت الأفوكادو مع زيت الجوجوبا، اختيارية. دائما الزيوت الأساسية والزيوت العطرية تختاريها على أنت إيش حابة تستخدمي أو إيش موجود أصلا عندك. والمكون الأساسي اللي هو إيش؟
دم الغزال أو العكر الفاسي، هذا هو يجي بالعطار، من العطار أكيد، تاخذيه من عطار مضمون ونظيف ومعروف. وإحنا عارفين إنه العكر الفاسي أو الدم الغزال يزيل الخلايا الميتة للجلد. أنا عشان كذا اخترت لكم حاجة، أختار لكم حاجات المهمة اللي تزيل الخلايا الجلد الميتة، اللي تشيل مثلا التشققات، اللي تزيل البقع الداكنة من الجسم. اخترت لكم العكر الفاسي لإزالة الخلايا الميتة للجلد، وأيضا يزيل السواد سواء من الإبط أو من الفخذين أو من الرقبة، طبعا مع الاستمرار، مو أول مرة تسويه تحس بحالك خلاص يطلع من أول مرة، لا أكيد معروف الأشياء الطبيعية مع الاستمرار، مع الاستمرار زي ما قلت لك، يزيل السواد من الإبط والفخذين والرقبة والبقع السوداء من الجسم زي الركب. ويلا بينا نبدأ الخطوات المعروفة. الخطوة الأولى، أضيف الموية الورد المغلية، أضيف الموية الورد المغلية، وأخلطه بالخلاط لين الصابون يصير كريمي. المرة هذه أنا بخلطه بالخلاط لين يصير كريمي وأرجع لكم. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي كيف صار كريمي، هذا القوام اللي أنا أبغاه، وكل ما تخلطي أكثر كل ما يذوب أكثر. شايفين دحين أضيف الزيوت اللي أنا أبغاها. أنا بضيف زيت الجريسلين وزيت الأفوكادو. هضيف زيت الجريسلين، شايفين، على حسب الكمية اللي أنت تحبيها. تحبي تكون الزيوت كثيرة، يعني تحبي نفس الصابونية تكون جدا جدا رطبة، تكثري الزيت. تحبيها ما تكون جافة معاكي، تكثري الزيت. إذا ما تحبيها مثلا إنها مرة دهنية، لا خلاص تقللي، على حسب الكمية اللي أنت تحبيها. يا الله كأنها غيمة، كأنها غيمة. وبضيف عليها كمان زيت الجوجوبا، زيت الجوجوبا. يعني ضفت لكم الثلاثة زيوت، هذا من اختياري أنا. كم مرة قلت لكم الزيوت الأساسية أو الزيوت العطرية تكون باختيارك أنت. دحين أبدأ أبغى أضيف إيش هو، أضيف العكر الفاسي، أبغى أضيف العكر الفاسي. بسم الله. وزي ما قلت لكم ترى العكر الفاسي نفس نظام النيلة الزرقاء، كما يظل فترة، كما ايش، معلش التصوير اتحرك، كما يعطيكي لون. شوفوا كيف صار بينك، كما يظل فترة كما يعطيكي لون أغمق. لا يغرك في البداية إنه يكون إيش، إنه فاتح، إنه وردي، لا حيغمق معاكي بعدين. وترى ما يذوب، يذوب إذابة كاملة، لا تظل منه حبيبات عشان لما تستخدميه هي اللي تورد لك جسمك، تعطيكي لون جميل.
شايفين كيف صار القوام؟ حابة تحطي زيت زيتون، حابة تحطي زيت سمسم، جنين القمح، اي زيت انتي حابة تحطيه حطيه. زي ما انتوا شايفين معانا، وهذه كانت الصابونية، كانت جدا سهلة سهلة، وزي ما قلت لكم على فوائد العكر الفاسي لإزالة خلايا الميتة من الجلد. وكانت مكوناتنا اللي هي صابونة مبشورة مع موية ورد مغلية، بعدين نخلطها لين تصير كريمية، بعدين نضيف الزيوت، بعدين تضيفي العكر الفاسي. وأنا دحين أبغى أضيف عليها الزيت العطري اللي هو العودة. وبما إن العكر الفاسي حق الدول العربية، يعني الدول الأجنبية ترى أكيد ما يعرفوا العكر الفاسي، مشهور أكثر في الدول العربية، عشان كذا أنا أبغى بنكهة العودة، بس مجرد بسيط كذا فقط، وحركه صارت عندنا الصابونية جاهزة. وأنا قلت لكم ترى أفضل صابون تصنعي فيه الصابونية اللي هو إيش؟ صابونة دف، بعد إيش؟ بعد الصابون الطبيعي. وزي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، هذا كان العكر الفاسي او صابونية العكر الفاسي، جبتها لكم باسهل طريقة، وطبعا هذه طريقة مذمونة 100%، بس تعتمد عليك على اختيار الصابونية. انا فقط مجرد اشرح واقول ايش افضل. قلت لكم افضل شيء الصابون الطبيعي، بعد الصابون الطبيعي اكيد صابونة دف. عن تجربة أنا جربت، وأفضل صابونة طلعت معايا صابونة دف، تعطيك إياها كريمية سلسة. وزي ما قلت لكم يا حبايب قلبي، طريقة حفظها تكون بالثلاجة، طريقة الحفظ تكون بالثلاجة، لأن هذا مواد طبيعية ما فيها أي مواد حافظة. وإن شاء الله بإذن الله يكون موضوع صابونية العكر الفاسي قد تنال على رضاكم وعلى إعجابكم. لا تنسوا تحطوا لي لايك، ولا تنسوا تشتركوا بقناتي، اللي ما اشترك بقناتي يشترك بقناتي، واللي ما دعم قناتي يدعم قناتي. ولا تنسوا تكتبوا لي بالكومنت رسالة أو كلمات جميلة جدا جدا جدا. والحمد لله ولله الحمد إني أثبت وجودي في اليوتيوب، صار عندي منتدى ولله الحمد. وبإذن الله أي أحد يبغى يتواصل معايا يكتب لي بالتعليقات إيش يحب إني أنزل مواضيع في المنتدى، أيهما أفضل تبغوا بالمنتدى ولا الشورت. وبإذن الله يا رب تكون صابونية العكر الفاسي قد نالت على رضاكم. ولا تنسوا دعمي، لا تنسوا دعمي، لا تنسوا دعمي ونشر قناتي بإذن الله. ومع السلامة. بس في كلمة أبغى أقولها أو أوجهها، يعني أنتو، إحنا، أنا لما أسوي صابونية، إحنا ستات البيوت، يعني نسوي كميات نستهلكها خلال أسبوع وإن زاد أسبوعين. وقلت لكم طريقة الحفظ تكون بالتلاجة، زي ما قلت لكم هذه ما فيها مواد حافظة، ما فيها مواد حافظة، هذه مجرد انك تعملي صابونة، يعني يمكن لا طال، يمكن احتمال شهر فقط. هذه صابونيات ما هي حقة المحترفين، اكيد حقة المصانع، حقة المصانع اكيد مواد حافظة، وأكيد صابونيات الطبيعية اللي تجيكم ترى بلوكات، تجيكم ألوان خاصة للصابون وصناعة الصابون ومجال الصابون. أنا فقط أسهل لكم وأبحث لكم عن طرق بسيطة تناسب الأم، تناسب ست البيت،
تناسب السيدة اللي مثلا تبغى تسوي دخل لها بسيط، بس إنها تعلم مثلا زباينها، تقول لهم هذه مواد طبيعية ما فيها مواد حافظة ولازم تحفظوها بالثلاجة. وهذا كانت الكلمة اللي حبيت أقولها، والحمد لله على حسن اختياري لكل موضوع أحس يعجبكم بإذن الله. وإن شاء الله موضوع العكرة الفاسي، إذا حابين سلسلة العكرة الفاسي أو دم الغزال أكتبوا لي بالكومنت وأنا أعمل لكم إياها من عيوني.